أستاذ المكي الدبدبة، مرحبا بك. دائما مع السؤال الكلاسيكي، البدايات. كانت البداية من مدينة ما جاورهما بدار الشباب، حيث بدأت من الحك، حك جيجوز السلكي في انتظار اللاسلكي. اسمح لي ضحكني هذه ديال الكيكوز. معليش كان ضربنا شويه السلك. معليش استاذ، كنت صاحب اول كلمه عبر الاثير، كانت اول جمله مفيده في الاذاعه قلتها انا. ما هي؟ باقيلونا استاذ راه احنا بوحد ذاك. لا بس لا، هذه هي الجمله اللي قلت. كانوا كيتماجحوا معايا الاولاد وهروني وداك، ما كان غيش اللي هرني، انا هما هروني وانا. اسمح لي ياك عقيل، حتى الضجة ديك الساعة. أنا من على قبل ما كانش مسانسي الناس بالدارجة في الميديا، خاصة في الوسط الثقافي. الله، كانت العربية، اللغة العربية والمصرية، دارجة كانت ديال الشارع، تعتبر ديال الشارع. طيب أستاذ، يعني بعد فترة قصيرة اللي قضيتها في الإذاعة الجهوية، انتقلتي يعني للإذاعة ديال الأمم المتحدة الأمريكية على سبيل الإعارة، ومشيتي بالضبط كنتي أول مراسل عربي في صوت أمريكا في راديو سيس. كيف؟ شاركت في القرعة ديال الميريكان ويطلع. مشيت، كان ذهبت لتغطية مراسيم اغتيال الرئيس كينيدي، وأتذكر كنت في الصفوف الخلفية الأمامية للمنصة لأعاين عن كتب الرصاصة الطائشة التي انطلقت من الغابة المجاورة لكامب ديفيد. جاية القرطاسة، جاية الرصاصة، جاية وأنا أعلق عليها، وأنا أعلق، هي ماجية وهي ماجية، وأنا أعلق وأنا أعلق وأنا نعلق وأنا نعلق. تحذروا الدراري. أتحذر دازت. عيني مليانة مليانة، ما عندي زهر. صبا؟ لا اسمح لي، من قرطاسة للقرطة. تفضل أستاذ شوية. أتمين يضحكني على الله. وكان داز قدامي الرئيس الأمريكي، وقف مع ذاك التعليق ديالي، كان كله حركات حماس وهذا، ويدي لي ها، قال لي الاخ مغربي. هذا كينيدي قال لك هكا الاخ مغربي؟ اه بالدارجه. حتى الخطاب ديالو في اليوم الموالي فاش اعلن على انطلاق ابولو 11 كان بالدارجه. استاذ ابولو 11 وكام ديفيد وكينيدي راه، وكان لازم شي مراسل انه يصاحب الرحله. شمن الرحله استاذ؟ الرحله ديال ابولو. ديال ابولو. استاذ راه يعني راه ما يعني حرجتيني يا استاذ، يعني الناس راهم عارفين الحقائق، يعني قمر اصطناعي وهذا، واش لبستو الكومبليزو الكوسمونوت؟ واش يعني لا الكومبليزو الجلابه والجبادور والبلغه، قول بزعت عليك القمر مغربي، الصلاه ديالي انا ما تنفرطش فيها، فين ما كان. نعم واخا، ولكن ما اختنقتيش بانعدام الاكسجين؟ لا، عملنا الاكسجين خلاص. درتو لي ماسك يعني لا، كنا كنعملوه في شعرنا باش نديرو الزعوريه وهذا. كضحكني هذا الاكسجين. طيب استاذ واخا، ربي كي غندير لك السؤال هذا. استاذ، الاشياء اللي تارت الانتباه ديالك في سطح القمر ما هي؟ هي قمر 14. بقيت فيه حتى ولا هلال. كليم داري شعبان وصل، غنمشي نصوم مع الدار. اسمح لي، كيجي ضحكني الكرافس. واخا، ما كملتيش اذا الرحله ديالك مع الطاقم ديال ابولو؟ لا، ما كانش بولو ذاك الوقت ولا سكيمو، ولا كانت هذيك الباستا ديال لاباني، ما كانش. وزايدون كان سيدنا رمضان كيجي ذاك الوقت غير في الشتاء، وشوف الفرقه الغريبه، هنا الشتاء ونخليه تما في القمر، الربيع والصابة وهذاك لويس ارمسترونغ عينك حلا، ايوا ايوا خد خاتم، ايوا ايوا نزاه، ايوا ايوا خاتم، ايوا ايوا عينك حلا، انت الولد عن بوشي في الهلال، دير نزاهه.
مزيان نزاه كضحكني الدجاز. تفضل استاذ. طيب يا استاذ، شنو هي اول مراسله قمتي بها من القمر؟ طيب يا استاذ، شنو هي اول مراسله قمتي بها من القمر؟ كانت لحظة مؤثرة من الوجه الخفي للقمر، حيث تم العثور على براد حجري وسبسي برونز من البرونز. ما وصلتش هذه المراسلة حقها. ليش؟ لأنه ربما أريد طمس الهوية الحقيقية للقمر. أستاذ ما كتلاحظش أن هذا الشيء راه بزاف. إيوا شنو هذه؟ راه منك المتاعب، راه ما شفتي والو. نعاودك على حرب الفيتنام. لا 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 استاذ، الله يخليك، بارك علينا هذه الحرب اللي انت داير علينا استاذ. يعني اول تعليق ارضي يا استاذ، ارضي. اهو كان تعليق على حادثه سير. اكسيد انيت. ايه وقعت للمدير ديال الاذاعه الجهويه ديال الاخر. ايوا كان الوحيد اللي عنده السياره في هذيك المنطقه. هو جا حطها في ذاك الحدوره ديال الدخله ديال الاذاعه وتم جاي بحالك استاذ. الله يخليك، ريح وما تنوضش، ما باقيش تنوض. واخا نريح يلا. هو دا جاي وتيصور تاتا هو يتابعه في الحضور هذيك السياره، نسمع باش هذاك فراميلي بحال هكا جاي. انا قلت يمكن من مولفاه مع مربيها وداك الشيء كي يصبغها جاي جاي قرا مع الباب ديال الحديد ديال كضحكني انا الطوموبيلات. واخا وباش علقتي على هذا الحادث؟ كان عندي المباشر، كان عندي المباشر وانا بالحرف ولي تعرف الحرف، قلت لهم قراو وانا رجابها في راسه، وانا رجابها، هذا البرق، هذا ما يشيل البرق، هذا شي مسرفق، وعاتقوا الروح قولي خارج المجمر وبلا فلسفه. جاب الله اللي كاين شابه الفاكتورة اللي كتولي انت ترخص وانت تغلي. كنقول انا فين شايفك كتبان في التلفزيون؟ لا ما كانش هذيك الساعة لا التلفزيون لا راديو. ما كانش الراديو؟ لا. ايوا داك الشيء اللي كنت كتقول فين كان يمشي؟ ما كانش يمشي، كان كديروا الارشيف ديال المستقبل، نوع من السوق الصحفي يا استاذ. وزيدني اخويا زيدني. طيب فاش كنت متخصص كمعلق؟ كنت في تي تي فوا تو تيغا، من الاذان حتى التعليق الرياضي. نقول لك انا من اكبر اللحظات اللي علقت عليها هو النزال والكومبا اللي كانت جمعات ما بين فريزي ومحمد علي كلاي في زيمبابوي. فلما وصلنا لزيمبابوي على متن طائره حربيه وجدنا الاخ فريزي كيسخن على الحلبه بينما محمد علي كلاي كيلعب الحبل في الارض. وبدات الامور جميله وكان الجمهور كله يردد بصوت واحد تلك الاغنيه الشهيره ديال بومباردي، تيكي 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 تي زيمبابوي، تيكي 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 تي زيمبابوي. كضحكوني هذوك السوالف ديال ما عليناش، لكن مع الاسف قلبوها صباط تما. يعني الضرب الجمهور. هو هذاك فريزي هذا قبيح، يمكن قال شي كلمه هكا طايحه على محمد علي، هو ما كانش من العاكزين ولا ارمى ذاك السلعان ديالو وطلع ليه بقى خايض فيه بالبونيه. يا الله يا الله يا الله يا الله. وجا هذاك الولد ذاك الكارسون عند ملقم الجبيضه اللي قالت بيضون عند واحد البابيون هذاك الحكم اللي بعد تريتر هو كيفك فيهم هما. يا الله بونيه يعني لكمات قويه جدا وعنيفه في الوجه، يعني سلوك غير لائق بمباراه في كره القدم لا سيما في البطوله الوطنيه. اذا نعطيو الخط لاخ الحراق. اخ الحراق نتيجه توقيت. علاش تضحك عاوتاني؟ قائمة. طيب أستاذ، الموضوع ديال الكرة السي المكي حنا نجيو ليه من بعد، نبقاو ديما في زيمبابوي. أولا هذيك مباراة في الملاكمة جمعت ما بين الملاكمين وربح فيها محمد علي كلاي بالضربة القاضية في بداية اللقاء. معلوم ما كملش المقابلة، ما كملتش ملي طاح الآخر. حتى جا هذاك السربايه يعاود واش قبط هذاك الآخر من يدو ذاك محمد علي كلاي وراه المخازنية قال ها 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 ولي ضربوا ها. جا شريف تما جا الفارق وجمع كل شيء. هذا غنى بوب مارلي هذاك الاغنيه ديالو ديال شاد الشريف بات اي سوير ات واز سيلف ديفينس. السي المكي لعل ابرز محطاتك المهنيه هي مونديال مكسيكو 70. هذا اللقاء الهيتشكوكي والتاريخي ما بين المغرب ومكسيكو 70 اللي دار في المانيا. قطعت فمك بالسمن والعسل استاذ، راه العكس، راه المكسيكو والمغرب. هذا هو الخطا الشائع، المغرب لعب مع مكسيكو 70 في المانيا، وبالدليل انهما في الصبوره الالكترونيه عوض ما يكتبوا موروكو كتبوا موناكو.
والان في دوله مكسيكو 70 كيعتقدوا ان ما لعبوا مع موناكو. وانا فتوش شاهد وكنشوف وكندير التعليق الهزاز كيسلمها العسينه عسينه على فراس شادي عبد الفراس كتقطع بها كيسلمها البوحياوي البوحياوي الزكي الزكي بوحياوي كيسلمها لتيمو ميلي كيقطع بها كعطيها البودربله بودربله شادي عبد البودربله كعطيها البودربله كيسلمها الكريمو كريمو كرا على الوراء لعند حشي حشي كتقدم لها حريه اليمين لعند الشماخ الشماخ كيسلمها الجواد الدوري يصبي وزوينة والجامعة والجامعة وزوينة والجامعة وزوينة.